أعزائنا المشاهدين متابعي شبكة خالد بازيدان، في ثاني لقاءات هذا اليوم معنا الأستاذ سعد الحارثي مدرب فريق الرواد بالشرائع. أهلا وسهلا بك معنا. الله يحييك وكل عام أنتم بخير، وأتمنى يعني أنه البداية الطيبة هذه أنها تستمر داخل البطولة إلى نهايتها بإذن الله. أستاذ سعد، طبعا تم اختياركم للمشاركة في بطولة الطموح الأولى للفئات السنية، ماذا تقول لإدارة الطموح؟ أول شيء أحب أشكر إدارة الطموح ممثلة في رئيس الفريق الأستاذ سامي الثبيتي ومدرب الفريق الأستاذ عبد العزيز العروسي على الدعوة اللي قدموها لنا، وإن شاء الله أتمنى لهم نجاح هذه البطولة. يعني فكرة أنا سعدت فيها، يعني الفئات السنية بالفعل محتاجة مثل هذه البطولات. احنا كنا نفقد يعني ما في الا بطولة نجوم عتيبية، فانا اتمنى انه رجالات مكة تشتغل على هذا النحو، وان شاء الله اتمنى لهم نجاح هذه البطولة. واحنا لو كنا عارفين يعني في وقت مبكر بهذه البطولة دعمناهم وساعدناهم، واحد احتاجوا اي شيء الرواد عون لهم واحنا جيران، وان شاء الله كلنا الثمان فرق نساهم في نجاح هذه البطولة باذن الله. فريق الرواد، كيف ترى حظوظكم في المجموعة خاصة وبجانبكم الفريق المنظم الطموح وأكاديمية الزهراء من جدة وفريق الرشيد من الطائف الفريق المعروف؟ والله شوف، انت زي ما انت عارف يعني هم اختاروا تقريبا افضل ثمان فرق فئات سنية، يعني ما اعتقد انه في فروقات كبيرة. ممكن اذا في فرق ممكن لاعب او لاعبين من بعض الفرق يعني مصابين او شيء، لكن كامكانيات عامة لو كل فريق يعني فتم جاهزية انا اتوقع الحظوظ متكافئة، كل الفرق مرشحة، وما تدري عن ظروف الفرق لكن أنا أشوف أن كلها مرشحة للفوز. أستاذ سعد، انطباعك بشكل عام عن اجتماع رؤساء الفرق وقرعة توزيع الفرق على المجموعات، انطباعك بشكل عام؟ والله زي ما تكلم الأستاذ سامي الثبيتي أنه في شفافية وفي وضوح، أنه نزيه اللجنة أو كذا ما يحتاج، إحنا ثقتنا في الأستاذ سامي، الرجال اللي قايمين معاه كبيره ولا ما اشتركنا في البطوله، ف احنا يعني واثقين في نجاح هذه البطوله وفي مصداقيتهم وابدا ما عندنا اي اعتراض. استاذ سعد الحارثي، شاكرين لك تواجدك معنا، يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك استاذ مصطفى، الله يعافيك.